هنا مخرجين خبر يقولوا فيه أنهم راح يقطعوا الطريق ما بين الساعة الرابعة والساعة السابعة يوم الجمعة يعني غدو 21 أكتوبر، وقالين طريق الاجتنابي الجنوبي للمطار الدولي نحو زيرالدا مرورا بن عكنون، والطريق المؤدي نحو المركز الدولي للمؤتمرات فندق شيراتون مرورا بمحور بوشاوي نادي سنوبر. وما زعما حبوا يوروها لنا كي ولاو خلاص منظمين ولاو يتكلموا يقول لك سنقطع الطريق من وقت. الحقيقه قطع الطرقات راح تبدا من غدوه الى يوم 4 نوفمبر القادم او 5 نوفمبر القادم، حوالي اسبوعين سيعيش اهل العاصمه خاصه اللي تمر عليهم هذه الوفود الاجراميه الجحيم. الجحيم سيعيشون الجحيم من قطع الطرقات، وراح نشوفوا الاكتظاظ اللي راح يكون في العاصمة وهي أصلا مكتظة. باش يديروا ما يسمى بالقمة، قمة الرؤساء العرب أو قمة طغاة العرب كلهم بلا استثناء، إنما درجات في الطغيان وفي الفساد، هم درجات فقط. راح الشعب ويتكل، وهذا مرة أخرى نتيجة لعدم وجود الشرعية الشعبية، يحوسوا على أي شيء، جيب الفلسطينيين جمعهم أعطيهم الدراهم كاش وشيكات إلى آخره، بينما الفلسطينيين هذو المنظمات هذه خاصة فيه منظمات مقاومة وتنظيمات مقاومة، وفيه ميليشيا تعباس ميليشيا، لكن هما باش يديروا فقط في عناوينهم باش تشوف مثل هذه، باش تشوف عناوين في الجرائد اللي بالمناسبة كلها راهي تتحول باش تولي نسخة على جريدة المجاهد والشعب. كل هذه الجرائد اللي راهي لداخل الآن، حتى هذه جريدة الوطن، خضعوهم وركعوهم. لا شوف قبل يومين ونقرأ في مقال الوطن، والله نحسب راح نقرأها في المجاهد من شدة البؤس نتاع الكتابة تاعهم، غير باش بالك يخلوهم ويغلقوا لهمش لأنه انتهى. قال لهم لو كان ما تقدسوش تبون وتقدسوش العسكر خلاص، هذيك الامتيازات اللي كنا عاطينها لكم ونتاع نعطوكم الببليسيتي ونعطوكم ونسكتوا على الضرائب ونسكتوا على الورق تنتهي. فكلهم خضعينهم لأن ما كانش جرائد جالس ما تقراهمش. هذه هكذا واش راح تسمعوا، وعندكم ما تسمعوا في الايام القادمه. هاي هذه في جريد الشرور، الجزائريون على موعد مع الرخاء، الجزائريون على موعد مع الرخاء، ومصورين جايبين حاطين ركام نتاع دينارات، وقال لك اننا خلاص حنا رانا على موعد، زيادات الاجور ومنحه البطاله ومعاشات التقاعد، ارتفاع النقد الاجنبي ل 69 مليار والنفقات تسيير ب 26%. وا 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 وا. طبعا هذه نفس الجريدة وجرائد مماثلة اللي كانت حدثتنا على واش كان يقول تبون آنذاك قطار تامر راست، وكانت تتحدث وتجيب منشيتات المرشح تبون يعد بقطار سريع، وكانت حدثتنا على ناطحات السحاب في البوليدة وفي العاصمة، وعلى أن واد الحراش راح يولي خير من هايد بارك، وعنا وأنا 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 راكم عارفين القصة كلها، لكن الحقيقة هي هذه. شغل راهي اكثر من عشرات الطالبات اللي يسموا بسبب الماكلات على البارح. دونك حنا رانا في سمانه مقدمين شكوى للاداره، لقينا حشرات، لقينا كرلو بين قوسين في الروز، لقينا الريش في الدجاج، في الدجاج جاي في اللي مقصود على الدجاج، ما نهضرش على اللي بلا اللي راهم يقدموا فيهم الماكله. سي غاف والله بزاف علينا بزاف. طلبت اقامه جامعيه 2000 سرير القط في مستغانم، حبينا نشكيو على الوضعيه الكارثيه اللي راهي تعيشها الاقامه، وسيرتو من ناحيه الاطعام، السخ، الحشرات، وسيرتو زادت حاله التسمم لاكثر من 50 حاله اليوم، وحبينا زعما لو كان نبدلوا هذه الوضعيه للافضل. خليكم كطالبه مقيمه في الاقامه 2000
هذه واحدة من الإقامات الجامعية، هذه إقامة جامعية في قسنطينة، في مستغانم عفوا، ولكن ما هيش برك الجامعيات، كان فيه تسمم لعشرات الأطفال في تبسة البارح، وها هو أيضا تسمم بالياورت بنفس المادة في عند دفلة فيما أعتقد، أي نعم 62 تلميذ بمليانة. ياغورت بيريمي، واحدة طفلة مسكينة لقات لنا يدير لادات تاعو راهو بيريمي، لادات راهي روطا روطا ومنا حنا كنا فتنا كلينا سما مكانش كيفاه، ولكن زاد عليا الحال طحت في الزنقة، كي نوض تسد روحي هنايا في السبيطار ثلاث سوايع ونص وانا في الكوما، ومن بعد كينا هذا وين خرجت. في بن عباس نبي ليلى، عندنا ما عندناش مطعم صافي نروحو نفطرو في اللي سيتا في الروخي، اليوم دارونا طاجين زيتون باللحم وطولنا ياهورت، كان صلاحية خلصتلو صافي، كي بدينا ناكلوهم نعرف من ما نعرف من الياهورت، حتى صبنا روحنا في ذي الحالة، أنا وليت نصفق وما بقش نتنفس. حدث نفس الشيء في تبسة وبنفس المادة الياهورت، وكان عملية مقصودة أو مراد لها ذلك. هذه هي الحقائق اللي في البلاد، وهذه من الأشياء البسيطة جدا اللي راهي تمر سواء في قنواتهم أو تمر مرات الناس، بعض الناس يصوروا بعض الفيديوهات لأن هناك قمع شديد، وأنا أنصح الناس ما تخافوش يا إخوان، ما عندكش ما تصور وابعث للناس، على الأقل الناس اللي راهم في الخارج هم اللي يقدروا ينشروا هذه الأشياء إذا خفت أنك تصور حقائق ويعتقلوك أو يديروا لك تهمة، أو ما لازمش السكوت على الظلم وعلى المنكر هذا، لأنه يعم ويزيد، وراكم تشوفوا الفساد راه رايح ويزيد، يعني الشعب الجزائري خرج على فساد عظيم هو في فترة بوتفليقة، الآن الفساد أبشع وأعظم، لأن هذا هو العصابة، هذا هو الرد نتاعها، وخاصة كنا قلنا آنذاك إما النصر وإما مصر، راه فيه انتقام شديد من الشعب على كافة المستويات، وطبعا مرات يحبوا يحملوا هذه المسؤوليات للناس وللشعب في حد ذاته.